زي ما كنا بنتابع امبارح القرارات والتوصيات اللي خرجت من الاتحاد الافريقي وبعد رئاسة مصر لهذا الاتحاد، انه ده هيكون بداية عمل حقيقي، وان متابعة التوصيات والتكليفات هتنتقل او هتتحقق على الارض بالشغل اللي هتقومه مصر في الفترة اللي جاية. ويمكن ده كان اهم حاجة اكد عليها رئيس مجلس الوزراء النهاردة في الاجتماع الاسبوعي. اول حاجة اتكلم فيها انه اشاد بالحدث الابرز طبعا اللي حصل، وهو تولي مصر رئاسة الاتحاد، وقال ان في جهد وشغل متواصل لازم ان هو يتم في الفترة اللي جاية، لان امال معقودة على مصر بشكل كبير في تحقيق طموحات وامال الشعوب الافريقية، الاستفادة من خبرة مصر في مجالات كتيرة، سواء كنا بنتكلم على التنمية والنمو الاقتصادي اللي مصر حققته في نفس الوقت مع مواجهتها ومكافحتها للإرهاب على الأرض. وإحنا عارفين طبعا أنه إذا كنا بنتكلم على إفريقيا الوسطى أو عدد كبير من الدول الإفريقية، أنه ما فيش استقرار فيها بالشكل الكافي، في إرهاب، في أحداث عنف، في مشاكل موجودة على الأرض. فالاستفادة من خبرة مصر في هذا المجال ده بالتأكيد مطلوب. كمان الهجرة غير الشرعية، ومصر حققت طبعا دور مهم ونجاحات أشاد بها الكل، أشادت بها الدول الأوروبية واللي هي مهتمة جدا بهذا الملف، فكان التعويل على مصر بشكل كبير علشان يعني يتقفل باب الهجرة غير الشرعية. وعارفين برضو بنتكلم على القارة الإفريقية، يعني هي بيطلع منها الهجرة غير الشرعية، غير طبعا الوضع في سوريا، الوضع في ليبيا، فبالتالي بيبقى المجال يعني أكبر بالنسبة للشباب أو الناس اللي بتحاول انها تنجو بحياتها، لكن للاسف بتقع فريسه بقى، يا اما يعني بعد الشر يعني يبقى في الغرق في البحر او غيره، او عدم الاستقرار حتى في هذه الدول اللي بيتجهوا ليها. هنحاول نرجع لحضراتكم مره تانية مع المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ومع وجود كمان وزير اسكان جديد، نتمنى له كل التوفيق، خاصه انه جاي خلفا لدكتور مصطفى مدبولي اللي كان بيتولى طبعا هذه الحقيبه بالاضافه لرئاسه مجلس الوزراء، وعمل شغل رائع وممتاز خلال الفتره اللي فاتت، وعدد من المشاريع اللي غيرت الحقيقه من شكل الاسكان والمرافق وكل ما يتعلق بهذا الملف. فنتمنى لوزير الاسكان الجديد دكتور عاصم الجزار ان شاء الله النجاح والتوفيق في مهمته.